هذا الاكل اللي كياخذ وقت طويل وعلى حراره يعني ماشي مرتفعه كيكون سهل الهضم. نعم. اذا طبخوا الناس هذا الطبخ هذا الى اضافوا الزعتر كيكون الامتصاص 100% وكيكون الهضم 100%. يعني اللي معروف هو ان الهضم 100%. نعم الشماليين هم اللي كيديروا مع الحوت. ما يدار مع جميع الاطباق هو. نعم. يعني هذا الزعتر يتعمل يعني كانوا علين حتى مع الخبز يعمل. نعم. يعني مع الحساء يتعمل مع كل شيء هذا الزعتر كانوا المغاربه كيعملوه مع جميع الاطباق. نعم. لماذا؟ لانه هو قضيه ديال الانيميا. نعم. هذا مهم جدا لان غادي تلقاو بحال المقدمه كما تفضلتي هذه اشياء يعني جزاك الله خيرا هذه هي الاشياء معروفه. نعم. وهي الاشياء اللي كيتشبتوا بها الناس فعلا. الذي لا يتشبت به الناس هو أن الدور الزعتر الغير مباشر في الامتصاص. نعم. كاين الناس اللي عندهم أنيميا ملي كتقول له خذ الزعتر تيقول لك ما فيش الحديد. لأن ماشي الحديد اللي ناقص في ليس الحديد هو الذي ينقص في الوجبة إنما الامتصاص هو الذي ينقص. إذا شجعنا أو سرعنا الامتصاص أو قوينا الامتصاص طبعا ليس هناك انيميا وليس هناك هشاشه عظام وليس هناك توتر عصب. اكيد. لان غادي يكون امتصاص الحديد والكالسيوم والماغنيزيوم ما غادي يكونوش هاد الامراض هذه. فالزعتر والحلبه والكرويه وهيج كاين اعشاب تزيد في الامتصاص ولكن الزعتر هو رقم واحد. الحلبه رقم واحد في يعني احنا عندنا على راس القائمه. احنا عندنا في علم التغذيه اشياء هاد المحفزات في علم التغذيه كنعرفوها يعني اللي كنشوفوا الامتصاص ناقص والهضم ناقص ويعني كاين عجز على مستوى الهضم يعني هنا الشخص خص الوجبه ديالو يكون فيها الزعتر والحلبه اقلوها الزعتر لما لقى الزعتر يعمل الحلبه. المهم الحلبه كنستعملوهم اللي ما يكونش زعتر ولا الا كانوا الاثنين يكون ولكن حسن. دكتور خاص غير القليل يعني ماشي نعم القليل منه يشرب الكاس ديال الزعتر ولا يطحن هذا الزعتر يطحن وياخذه كمسحوق على شكل مسحوق ملعقه صغيره على شكل مسحوق مع الوجبه تزيد في الامتصاص. اذا كان انا كنظن اذا كان يابس وعلى شكل مسحوق يعمل في الجسم احسن من اذا كان مغلى على شكل منقوع او مغلى. هنا هذا هو يعني هذا هو الشيء الذي لا 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 يعلمه الناس. لماذا؟ لان دكتور رغم ذلك كاين اسئله في هذا السياق ان يعني الزياده في الامتصاص هي اللي مهمه وكيلاحظوا الناس على ان هذو اللي عندهم مثلا كونستيبيشن نعم اللي عندهم الاريتيتين باول هذه اللي عندهم مشكل تقرحات على مستوى القولون نعم. واللي عندهم مشكل عدم الامتصاص واللي مش غازات نعم هذه البلوتين نعم. هادو من اللي غادي يتناولوا الزعتر مسحوق على شكل مسحوق ماشي ليس مغلى في الماء نعم. على شكل مسحوق ملعقه صغيره او ملعقتين ياخذوا حتى ثلاثه اللي عنده زعتر موجود متوفر ياخذ ملعقه كبيره. كاين واحد نقطه مهمه لما ياخذوه مع نعم. وجبه الافطار وفي نعم. المساء كذلك مع وجبه شوربه الخضار ولا مع الحريره ولا مع شيء يضيف لها غادي يلاحظوا جيد على ان حد غادي يحسوا في الجسم ديالهم بان كاين واحد التغيير كيفتحس طبعا اكيد. لماذا؟ لان ملي كيتزاد الامتصاص كتزاد قوه الجسم اكيد يعني ما كيبقاش خمول ما كيبقاش هذا حتى التونس هذه وهذه القضيه هذه حنا من الاشياء التي نرغم الناس عليها ملي كتظهر لنا انيميا ملي كتظهر لنا هشاشه العظام وانيميا خاص الزعتر كتوصيو كنعطيو اشياء اللي موجوده في عند الشخص في المطبخ غير هي دكتور انا ماشي يبقى يقلب على اشياء يعني غابره نعم. وغاليه باهظه الثمن لقيت يعني الكثير من الناس عبر الشبكه الالكترونيه ان الزعتر يعالج السرطان. لماذا هذا؟ لا يعالج كلمة يعالج يعني الزعتر والسرطان هكذا أو يعالج السرطان. لا هذا الماركتين هذا الله يجزيك بخير هذا الماركتين. والسرطان يعالج ولكن ما يعالج يعني ما علاقة هذا الزعتر بالسرطان؟ لأنه يزيد في المناعة فقط لأنه يزيد في الأبوبتوزيس ملي كيطلع الأبوبتوزيس وكيزيد في المناعة طبعا السرطان كيتراجع. هذا هو من جملة الأشياء مشي زعتر لوحده من جملة الأشياء. إذا كان نظام غذائي طبيعي نعم. سرطان يتوقف أكيد لأننا غادي نقطع عليه الأشياء التي تحفزه قطعنا المضافات وقطعنا البلاستيك السكريات والمسائل هذه اللي كتزيد فيه وكثرة البروتينات والدسم والكوليسترول والأشياء التي تخلف التأكسدات وهذا طبعا سرطان يتوقف بعدها إذا توقف يسهل علاجه إذا لم يتوقف لا يعالج. هذا هو المشكل. هذه علاش كاين واحد الخصاص في كليات الطب في العالم، خصاص في علم التغذية، ومن ثم جات هذه القضية ديال الأطباء كيزربوا الناس اللي عندهم سرطان، تقول لهم أسرعوا باش تعملوا العملية.
علاش؟ لان عليا هما منطلقين من الاساس الطبي اللي قراوه في كليه الطب. نعم وما طبعا صحيح ما غنكذبوهمش صحيح، لان طبعا خصو ولكن دكتور الا كان هذاك السرطان يعني لو كان هاد كليه الطب دارسه علم التغذيه وتوقف السرطان اولا، توقف السرطان اولا ولكن الا كان هذاك السرطان ثم يعني في درجه الجراحه أخيرة. والعلاج من بعد يكون احسن، خاصه توقف السرطان اولا. اللي كاين عليه ناقشنا هادشي في مؤتمرات كبيره ماشي اللي كاين هو يعني معاهم حق، لان قنعونا بان بعض السرطان ما كيتكتشف حتى كيكون في واحد الطور متاخر، هذا هو اللي كيكون نعم. درجه اخيره تري يكون نعم. يعني درجه ثالثه صافي يبقى نعم. فهنا نعم، ولكن كاين كثير من الحالات اللي منهم الغده الدرقيه نعم. كاين كثير من الحالات اللي كتكون واحد الورم سرطاني ما كيزيدش وباقي في واحد الطور صغير باقي، هذه من الاحسن يبقى تحت المراقبه ويوقف اولا. علاش؟ باش الطبيب يسهل عليه العلاج من بعد، غادي يعمل عمليه في راحته، وملي غادي يعمل الشيميوثيرابيا ولا حاجه بلا ما لا في هذه الحالات دي بلا ما يعمل الكيموثيرابيا يعني غادي تولي غير عمليه تجميل. ملي كيتوقف السرطان غتولي عمليه تجميل. ولذلك نحن الان الى حد الان من 1982 لا زالت هذيك الساعة، لا زال الأطباء هذيك الساعة لا يعترفون بعلاقة التغذية بالسرطان. لا زالوا هذيك الساعة لا يعترفون وما اعترفوا، ماشي في المغرب، ما كنهضرش على المغرب، كنهضر على أمريكا ولا، وما اعترفوا بها الأمريكيين ويعني اليابانيين الصينيين كانوا دائما يربطون بين السرطان أكيد، ولكن ما اعترفوا بها عليا في ألمانيا، حتى في ستوكهولم، في السويد، في بريطانيا، في فرنسا، في جميع الدول هذه الغربية اعترفت بعلاقات التغذية بالسرطان حتى الأواخر التسعينيات، متأخر جدا أواخر التسعينيات عاد اعترفوا بأن كاين علاقة ديال التغذية مع السرطان. هذا فهاد العلاقة ديال التغذية مع السرطان مازال ما كاينش الحل، ها هما اعترفوا ولكن شنو الحل؟ لما تقول بأن كاين علاقة التغذية مع السرطان وأنت يعني تعالج الناس اللي عندهم سرطان، ولا طبيب جراح ولا شيء تعالج الناس اللي عندهم سرطان، وأنك لا زال هؤلاء الأشخاص يتناولون نفس الأغذية التي سببت لهم سرطان، ما يجدي علاجك، ما لا يجدي لا العملية ولا الكيميوثيرابيا ولا يعني بغيت نخلي هذه حتى على الأخر باش يعقلوا عليها الناس، أن الزعتر من النباتات اللي داخلة في الثقافة الغذائية ديال الناس. النقطة الأولى أن يتناولوها مع النظام الغذائي وهو مصحح، ما يكونش شخص سليم، خاصها تكون داخلة النظام الغذائي من الأطفال حتى النساء، يعملوها مع الشاي. ثانيا ممكن يضيفوها للشاي لما يصاب الشخص بمرض إذا توقف عن استهلاك المواد المؤدية إلى المرض وأدخل الزعتر من جملة أشياء أخرى نعم الزعتر والحلبة والسانوج والسكينجبير والمسائل كلها داخلة، هذه كلها محملة بالمضادات والحمض الأوميغا 3، زريعة الكتان، السنجلان، السمك عوض اللحوم، توقف عن اللحوم. دكتور أنت ملي كتقول الزعتر الحلبة السانوج السكينجبير الناس كيعتبروها خلطة؟ لا ماشي خلطة، هذه ثقافة غذائية. إذا كيفاش يستعملوها؟ الحلبة الناس كيلوحوها في الحريرة، كيرميوها في الشربة، كيرميوها في الرفيسة، كيديروها في الطاجين، يعني إيش مشكل كيستهلكوها الحلبة كتستهلك هكذا. إحنا الغالبية كيديروها خلطة مع السانوج مع الزعتر مع يحملوها الشخص في سيارته، الحلبة كتستهلك عشرات الحبات ولا 20 حبة في النار يعملهم في فمه ياكلوا ماشي ممكن نضيفوها للخبز علاش لا؟ نعم جيد، هذه الأشياء هذه النساء مثلا من يروبوا الحليب في البوادي مثلا البوادي ولا فيها امراض هي بحال المدن ملي روبوا الحليب اللي غادي يشربوا هذاك الرايب البلدي ما يعملوش سكر يعملوا حب رشاد، خليه رايب بدون سكر يعملوا معاه حب رشاد. وعلاش دكتور ما نضيفوش ليه العسل؟ لا عسل مع الرايب لا، لان في مشكل ديال الهضم لا، لان هو غادي يكون بعد مهضوم، لان ملي غادي يروب راه غادي تهضم ما كاينش مشكل، ما محتاجينش معاه العسل، لا نحتاج عسل مع منتوجات الحليب، لا نحليوه ولا يعني منتوجات الحليب يجب ان لا تضاف الى اي سكر. أنا ملي كنشوف الناس كياخذوا حليب في المقاهي كياخذوا حليب وكيضيفوا ليه السكر، هذا سلوك خاطئ هذا. الحليب لا يضاف إليه سكر، مشتقات الحليب حتى الصناع الآن اللي كيحاولوا عليين كاينين دابا صناع الحليب مثلا كيحاولوا يعملوا لنا اليوغورت مسوس بلا بدون سكر. موجود هائل موجود أنا نشجعهم هائل هائل. ولكن الأطفال اعتادوا بعض المشروبات ديال الحليب فيها السكر وفيها ملون وفيها اشياء يعني لا دكتور دابا غالبيه النساء كيحاولوا انهم يسمعوا النصائح ديالكم ولكن كيضيفوا في عوض بالنسبه للاطفال عوض السكر كيديروا له ملعقه عسل ما ممكن عليه ما لا لا يضر ولكن الطفل ما يمكنش يشرب لا يضر ولكن لماذا هذا هو زايد فقط ولكن الا كان عسل اذا كان دكتور عسل حر غيكون مزيان الزعتر ما يشربوش الاطفال ما يقدوش عليه
كاين بعض النساء انا لا يمكن كيديروا مع الاتاي نعم يكون مع الشاي يكون مع الحليب يكون مع الويزا يكون مع العصير لماذا لا يضيفوا لي العصير يكون مع الطبيخ يكون مع اي شيء ولذلك هذه الاستعمالات لان تكلمت على استعمالات ديال الزعتر هو الا تستعمل الزعتر كله ما يرميوش هذيك المسائل كيغليوه في البراد ويرميوه الا تستعمل كله هائل 100% الا تغلى ولا 60% 50% ما بقاش كله إلا استعملوا الزيوت ولا 30% مابقاش يعني فرغم ان بعض الحالات حنا داخله في الاروماثيرابي لان هذه الايسنشال وايز كاين زيوت هذه الطياره ديال النباتات اللي ولات تستعمل حتى هي في الطرق العلاجيه ولات تستعمل حتى هي عندها واحد القوه كابحه ولكن خاص يكون متخصص لا يمكن ان تستعمل هكذا علاش لان كاين واحد التركيز الى مشى حتى مثلا نعطيك الزيت ديال السانوج الزيت ديال السانوج انا غير مقبوله بجميع التراكيز بالنسبه للاطفال لان من المستحيل تعطي واحد التركيز لا يضر الطفل يعني شي واحد غادي يقول لي قطيره قطره هي تقريبا عشرات الاضعاف الكميه اللي خاص الطفل يتناول حتى ولو عمل قطره مع لتر الحليب فهو كبير كثير جدا للطفل للطفل نتكلم على الطفل وغادي يحدث له انزعاجات على مستوى المستقيم يعني كاينين الاطفال اللي عندهم البواسر اللي عندهم البواسر الان من هاد كثره استعمال السانوج وكثره استعمال هذه الاشياء هذه لان هي ترهق القولون علاش لان ما كتمتصش وكتمصل حتى المستقيم هذا هو المشكل صعيب فالزعتر بالقدر اللي كنتناولوه ليس سام اكيد الزيوت ديالو مسمومه اذا هو كيكون الا استعملناه يعني يابس مسحوق نبته مع الاكل ماشي. مع الحساء مع اي شيء ربما مطحون ان الان يكون مثلا زيان. في الدار البيضاء دابا 100% ديال العشابه الان كيخلطوا العسل مطحون مع الزعتر مطحون مع العسل نعم اوكي مع ليون كيضيفوا اشياء اخرى مع الناس ولا كيزيدوا لي هذوك الزيوت ولا حاجات يقول السيد هاك راه غادي تعالج هذه لا هذه ليست ثقافة غذائية مغربية هذه أشياء ماركتين تجارية دخلت المجتمع لكسب الفلوس المال فقط أما الثقافة الغذائية المغربية فكل شيء النساء المغربيات وكل شيء نساء العالم مش المغربيات كيعرفون شنو هو الزعتر كيعرفوا الزعتر كيعرفوا القدر اللي كيستهلك وكيعرفوا كيف يستهلك ما يعني بلا من حتى الفم نعم جيد هو الفم إلا تمضغ ملي كيكون باقي طري خضر في شهر 4 وشهر 5 نعم شهر 4 وشهر 5 يزهر في شهر 5 شهر 6 يزهر نعم اذا خذوا الناس هذا الزعتر ومضغوه غادي يلاحظوا واحد الرائحه ديال الفم زكيه لا غادي يزول رائحه الفم وفين غتولي عندك مضغ الدراس غادي هذا اللي يكون عنده الم الضرسه ملي كيمضغ الزعتر ما كيبقاش عنده الم لانه مسكن هو هذا اللي هذا للالم ثم كاين اشياء مطهر. اخرى هذا هذه النبته هذه العشبه هذه دكتور تلقاونا شي علاقه كما قلنا العلاقه ديالها مع السرطان هي ليس ماشي الزعتر اللي كيعالج السرطان هي الطريقه هي التي تعالج السرطان لما نتوقف عن استهلاك السموم عن استهلاك الاشياء الخطيره ثم ندخل هذه الاشياء اللي هي من المفروض تكون داخله النظام الغذائي ماشي حتى المرض حتى الشخصي حتى يصاب بالمرض اذا كان هذه الاشياء تستهلك مع النظام الغذائي غادي يكون الشخص عنده امتصاص جيد وما غادي يكونش عنده يعني تراكمات داخل الجسم وتأكسدات كذلك خصوص تأكسدات لانه هو مضاد للاكسده الزعتر عليا الزعتر ونباتات اعشاب اخرى تكلمنا عنها هنا كنفرقوا ما بين الاعشاب السامه الاعشاب التي تدخل في ما يسمى بتاع الشعب تاع عندنا بالامازيغيه وما بين الاعشاب اللي داخله مع التغذيه نحن نتكلم عن الاشياء اللي داخله مع التغذيه للناس يعرفوها وعارفين كم وكيف تستهلك اذا كان داخل الزعتر مش يخزنوه الناس يخزنونه في المنازل حتى يصابوا بالزكام يجب ان يستهلك مرتين وثلاثه في الاسبوع يستهلك وكل ما يعني اتيحت الفرصه ديال شي وجبه اللي ممكن المرض تضيف هذا الزعتر تضيف الزعتر هكذا على شكل مسحوق ولا على شكل مغلى يعني ماء الزعتر دكتور قبل ما نختمو كاين عندي واحد جوج ديال الاسئله هناك سيده الاسم انصاف الكاموني تقول هل طحن الزعتر يفقد شيئا او شيء من منافعه لا اذا كان يابس لا لا اظن اذا هناك نعيمه
أماغار تقول السلام عليكم، ما فائدة نبتة الزعتر للجسم وهل يمكن أن نعتبره مضاد حيوي واسع المجال وهل هناك ضرر من غليه فوق النار؟ أرجو أن تفيدونا أكثر للاستفادة من هذه النباتات. عنده قوة كابحة للجراثيم ومطهر الجسم. نعم. مطهر ويعني حابس للتأكسد، يعني أنا ركزت على التأكسد. لماذا؟ لأن هذا البحث عندنا حتى اختراع. نعم. عندنا دابا اختراع مسجل، براءة اختراع مسجلة في حفظ الزيوت. نعم. زيت الزيتون مثلا، في حفظ زيت الزيتون بهذا الأعشاب بالزعتر، يعني بالمضادات الطبيعية، لأن البيعش لكن كن ضيفوه الزيت نعم. الزيتون. ولذلك كانوا المغاربة يضيفوا السمن باش ما يتأكسدش. نعم. وزيت الزيتون ممكن الناس يضيفوا ليه زعتر. نعم. مشي 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 زيوت زعتر، لا زعتر هو. نعم. اللي عنده مثلا الزيت مخزنها في شي إناء على 20 لتر ولا 30 يدق هذا الزعتر، يدقه يخليه بعد يطلقه في الزيت. حيت انا كنت كنشوف بعض القنينات فيهم ورقات ديال الزعتر حتى المعصرات. نعم. ومع الاسف ما كيكونش الزعتر الوقت اللي كيطحنوا الناس الزيتون. نعم. اما كو كان الزعتر يكون هكاك طري ويطحنوه مع الزيتون، يطحنوه مع الزيتون كيجي الزيت الزيتون منكه بالزعتر. رائع الطريقه. نعم. ولكن ما كيكونش، كيكون يابس، يعني ما يقدروش الصناعي يعملوه، كيكون يابس الا. نعم. يلقاو طريقه عليين. والان البيوت كلها فيها زيت الزيتون، هو اللي كنت كنطلب انا، اللي كنت كنتمنى في حياتي. نعم. جميع البيوت دابا فيها زيت الزيتون، والان اصبح يستهلك. نعم. وهذا الاطفال كنت كنركز على النساء يعطيو زيت الزيتون للاطفال، دابا بداو ان كيتصلوا بيا الناس، بداو الاطفال كيفطروا بزيت الزيتون مع الصباح. نتمنوا دكتور زيت الزيتون. نعم. في المساء ملي يجيو الاطفال الام كتحضر لهم كل شيء، الا تحط لهم زيت الزيتون. نعم. تعمل لهم كيكه ولا تعمل لهم شي حاجه، هذه تضر الطفل. طبعا دكتور كنتمنوا ان نصائحك يعني تفيد الجميع ويطبقوها، ومنها نبته الزعتر يستعملوها بكل امان، خاصه اذا ضفناها للشاي والحليب كما ذكرتي. اذا شكرا لكم دكتور على هذه النصائح القيمه. شكرا للمستمعين الكرام الذين ساهموا معنا.